السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مطاردة التاريخ. أتمنى أن تكونوا بخير وأن تشاهدوا هذه الحلقة المهمة التي سنخصصها اليوم إن شاء الله للحديث عن كتاب هو إلى السيرة الذاتية أقرب، بحيث أن كاتبه كان باشا لمدينة أكادير من سنة 1950 إلى الاستقلال، يعني سنة 1955. اليوم سنقوم بتحليل إذن كتاب كوبابل دو فيديليتي لكاتبه الكولونيل بالمدني. أولا نبدأ بإعطاء تعريف عن حياة هذا الشخص بصفة عامة. فاسمه الكامل هو السيد أحمد بن حيون، وأبوه كان يسمى المدني، لهذا اتخذ كلقب له بالمدني، وهو الذي عرف به. ولد سنة 1902 بمدينة وجدة. هو من أصل فاسي ومن عائلة فاسية معروفة في ذلك الوقت، عائلة تجار تسمى بن حيون. بن حيون إذن ولد في مدينة وجدة، لكنه انتقلت أسرته إلى مدينة مراكش، حيث كان أبوه يمارس التجارة، وخصوصا التجارة الخارجية، بحيث كان يستورد الأشياء الثمينة التي كان يبيعها في عاصمة الجنوب في ذلك الوقت، مدينة مراكش. وكان هو أبوه كذلك من أولئك الذين يتمتعون بالحماية الأجنبية، وبالضبط كان يتمتع بالحماية الألمانية. فإذا في مدينة مراكش كان صبيا، وهكذا رأى المارشال ليوتي وهو يدخل إلى مدينة مراكش بعدما انتصر على ماء العينين الهيبة في معركة سيدي بوعثمان، وانتقل إلى الجنوب ودخل دخول المنتصرين إلى مدينة مراكش. فأعجب السيد أحمد بالمدني بهؤلاء الجنود وهم يلبسون زيهم العسكري ويمتطون صهوات جيادهم المزركشة وغير ذلك، كل مما يعني جعله يحب منذ ذلك الوقت العسكر والجنود، وكان يتمنى أن يصبح في يوم من الأيام عسكريا. وهذا ما تحقق له بالفعل، بحيث في سنة 1924 دخل إلى المدرسة العسكرية بمدينة مكناس، كانت تسمى في ذلك الوقت مدرسة الدار البيضاء، وتخرج منها سنة 1927 بعد 3 سنين تخرج منها، وكان قد حصل على الرتبة الأولى في دفعته، مما يدل على أنه كان تلميذا نجيبا وضابط صف، تفوق على كل زملائه واستطاع أن يتخرج الأول على دفعته. بعد ذلك تم إلحاقه بتنغير، حيث سوف يؤدي فيها أدوار بطولية لمصلحة المستعمر، فهو كان ينتمي إلى جيش القوم، وجيش القوم هو جيش مكون
من المغاربة ويحارب لمصلحة الفرنسيين مثل السباهي الجزائري وغيره من أنواع العساكر في ذلك الوقت. فهنا يجب علينا أن نقف لكي نفتح واحد القوس، لأنه ورد في هذا الكتاب، كتاب كوبابل دو فيديليتي، لكي نقف عند هذا العنوان كوبابل دو فيديليتي، لكي نقوم بتحليل هذا العنوان. ما معنى هذا العنوان كوبابل دو فيديليتي؟ إذا أردنا أن نترجمها سنقول ربما جريمة الإخلاص، جريمة الإخلاص، أو مدان الوفاء، مدان الوفاء أو مدان الإخلاص. فعلى كل حال، كما ترون في هذا العنوان، هو نوعا ما يحمل نبرة السخرية والاستهزاء، يعني اتجاه من؟ ومن هو الذي عاقبه على إخلاصه؟ هنا يجب أن نفرق، لأن هذه نقطة مهمة جدا. فهو يقصد بالطبع الفرنسيين، لأنه هو كان يأتمر بإمرتهم وكان قائدا من قوادهم قبل أن يصبح باشا، يأتمر بأوامر العسكر الفرنسي والحماية الفرنسية، ويجب أن نقول الاستعمار الفرنسي. ففي هذا الكتاب يعطينا واحد المجمل تاريخي من رؤيته الشخصية للأحداث كما عاشها هو وكما رآها هو شخصيا. لهذا يجب علينا أن نأخذها بكل تحفظ، وهي لا ترقى إلى الأحداث التاريخية، علما بأنها يمكن أن تستثمر في الكثير من الأحداث التي تبين لنا بالفعل طبيعة حكم القواد والباشوات الذين كانوا يأتمرون بأوامر المستعمر وليس أوامر الملك، وليس بأوامر الملك ولا بأوامر السلطة المدنية، فكانوا تحت وصاية ما يسمى التسيير المغربي، les affaires indigènes. فهذا هو الذي كان يأتمر منه بهم، سواء الحكام العسكريون أو المدراء كذلك المدنيون، ولكنهم هم الذين يسيرون بمعيات القوات العسكريين. فأمام كل هذا الوضع، يجب علينا أن نتساءل، إذن من هو المخلص واتجاه من، ولماذا تم عقابه؟ فهو يقصد بالطبع أن فرنسا قد تنكرت لهم مع الاستقلال وقبل الاستقلال، وحولت كل القيادي وكل الباشوات وكل أولئك الذين كانوا يخدمون إليها ولمصلحتها إلى ضحايا الاستقلال، ضحايا الاستقلال، بحيث أنه قد تعرض لمجموعة ديال المحاولات ديال القتل أفشلت، في إحداها أصيب بجروح لما تم إلقاء عليه قنبلة يدوية. فإذا نحن كمغاربة لا يمكننا بتاتا أن ننكر تاريخنا وأن ننكر أننا تم استعمارنا، ولا أن نمجد المستعمر، لأن المستعمر لم يدخل إلى المغرب من أجل سواد عيوننا، بل قد دخل من أجل الاستغلال واستغلال ثروات البلاد، وبالفعل لقد تأتى له ذلك لبرهة قصيرة، لأنه سرعان ما تم القيام بثورة
جعلته يضطر إلى منح الحرية لبلدنا. فلنرجع إذن إلى الكتاب، هذا الكتاب كما قلت لكم الذي هو بمثابة سيرة ذاتية كتبها الكاتب في محاولة لقول الحقيقة حسب زعمه، واستجابة لطلب ابنيه اللذان لما كبرا في فرنسا، لأنهما ذهبا إلى فرنسا في سن جد مبكرة لا يعدو عمرهما بضع سنين، وكبرا هنالك، ف يعني طلب منه أن يكتب الحقيقة لكي تبقى، لكن هذه الحقيقة كتبها هو بصيغة كمن لم يكن راضيا على تصرفات فرنسا وحملها مسؤولية ما وقع، علما بأنه هو كانت لديه العديد والعديد من الأخطاء الفادحة التي وقع فيها، مثل أنه كان قد أيد القلاوي في فعلته الشنيعة المتمثلة في تنصيب محمد بن عرفة كملك على المغرب، والمساهمة في خلع المرحوم محمد الخامس من عرشه. بالطبع المؤامرة كانت كبيرة وكانت فيها الكثير من المشاركين، وكانت فرنسا هذه هي إرادتها، والفظيع جدا في هذا هو أن يكون بالمدني ومجموعة من القوات قد ساهموا في ذلك بفعل شنيع يتمثل أنهم قاموا بحملة كبيرة جدا لتهيئ الأجواء لهذا الخلع ولإزالة محمد الخامس عن عرش أسلافه الميامين. وهذا شيء لم يتقبله المغاربة المتشبتين بملكيتهم والمتشبتين بملكهم، فكانت بذلك ثورة الملك والشعب. وهنا إذن يدخل لنا في تلك التفاصيل، وكيف أن القوات جمعهم القلاوي في مراكش وقاموا بحملة لمحاولة تهيئ الأجواء في المغرب، فذهبوا من الجنوب نحو الشمال حتى وصلوا إلى وجدة لإعداد الأجواء. كانت هذه الفكرة فكرة استعمارية، لأنهم يعرفون جسامة ما سيقدمون عليه، وحتى داخل هذا الجهاز يعني جهاز القواد والبشوات كان هؤلاء الكثير من الناس من عارض هذه الفكرة، من عارض هذه الفكرة ووجدوا صعوبة في إيصالها إلى سائر أنحاء المغرب. والنتيجة في الأخير هي أنه انقلبت عليهم اللعبة، وبمجرد ما تم نفي محمد الخامس رحمة الله عليه إلى جزيرة كورسيكا اكتشفوا جسامة الفعل الذي قاموا به، بحيث أنه فرنسا مباشرة بدأت تتجنب كل أولئك الذين مشوا معها في هذا الطرح، إلى درجة أنه هذا الأمر تبعهم حتى في فرنسا كما حكاه، يعني لما ذهب إلى فرنسا والتجأ إليها وكان فيها، فكان أصدقاؤه من العسكريين يتجنبونه كما يتجنب الإنسان البعير الأجرب، لأنهم كما كانوا يقولون له لا نريد أن نجذب على أنفسنا المشاكل مع المغرب المستقل في ذلك الوقت. فإذا هو أحس بمرارة ما قام به، و
حاول تغليفه بمبررات واهية في الكثير من الأحيان. ولعله هو كان أول من اكتوى بنار الاستعمار، واكتوى بظلمه، بحيث أن كما قلت لكم في البداية كان أبوه من المحميين، ومن سوء حظه أنه كان محميا من طرف الألمان. فلما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، قام الحكام في فرنسا بالبحث عن كل أولئك الذين كانوا تابعين للألمان، وتم إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم والزج بهم في مجموعة من الإشكاليات متعددة، وفرض عليهم آتاوات خطيرة عانى منها أبوه كثيرا، وتم فرض عليه أموال باهظة وعانى منها كثيرا. لكن رغم ذلك فهو هذا لم يكن له بمثابة درس، لأنه أشار إلى هذه الوقائع بتفصيل، لم يكن له بمثابة درس، وبحث عن الدخول إلى العسكر، وبالفعل دخل إلى العسكر ليخدم فرنسا. ومما يؤكد لنا هذا الأمر أنه كان يسمي المقاومين والفدائيين المغاربة بالإرهابيين، فمثلا يعتبر علاء بن عبد الله إرهابي، يعتبر كل مقاومين إرهابيين، كان ينعت حزب الاستقلال بنعوت لن يقبلها أي مغربي. فبالتالي إذن هذا الكتاب هو موجه للفرنسيين بالدرجة الأولى وليس للمغاربة. وحتى في هذه الصورة ديال الكتاب لا أعرف ماذا يفعل العلم المغربي هنا، فهو كوبابل دو فيديليتي، يعني فيديليتي اتجاه فرنسا، وأما المغرب فيجب أن نقول شيئا آخر، يجب أن نقول أن هذه خيانة للوطن وخيانة للشعب المغربي، لأنه من ساهم في نفي ملكه فكونوا على يقين لن يرضى المغاربة عنه إطلاقا، لأن هذه جريمة أثرت في المغاربة وجعلت البلاد تشتعل، كما وصفه هو بتفصيل، وعجل بحصول المغرب على الاستقلال. وإذا أردنا أن نضيف أشياء أخرى بالنسبة لهذا الكتاب، فيجب أن نشير إلى أن بالمدني تم تجريده بمرسوم من الجنسية المغربية سنة 1958، كما تم تجريده من كل ممتلكاته مباشرة بعد الاستقلال، من كل ممتلكاته، وكانت لديه يعني ممتلكات في المغرب تتمثل في الرياض في إنزكان قرب سينما كوليزي، اشتراهم عند صاحب السينمات في الجنوب سيحيا، المرحوم سيحيا. وكذلك كانت لديه 5 هكتارات بنى عليها قصر كبير، بنى عليها رياض كبير جدا، يعني الآن هو تقريبا حاليا هو المكان المتواجد فيه مرجان. وبعد الاستقلال هذا المنزل ديالو أو الرياض ديالو تحول إلى مدرسة، كما تم تحويل رياض القيد بوشعيب بأولى تيماء إلى مدرسة يدرس فيها التلاميذ. ف يعني تم تجريده من كل ممتلكاته،
وحتى هذا المنزل شاءت الأقدار أن تجرفه مياه أحد الوديان وأن تحطمه، ولم يستطع ورثة الحاج أحمد بالمدني أن يحصل بصفة نهائية على ممتلكاتهم في المغرب، عكس مجموعة من القواد والباشوات الذين تم إرجاع ممتلكاتهم فيما بعد، كما حدث للقائد بوشعيب. إذا هذه نبرة وهذه معلومات موجودة في هذا الكتاب، الذي هو في كل حال كتاب مهم يجب على كل من يريد أن يرى دواخل الحكم الفرنسي للمغرب من الداخل، وخصوصا بريشة من مارس هذا الحكم ومن كان يأتمر بأوامر الفرنسيس. وسنكتشف أن كانت هنالك سيطرة تامة للفرنسيين. حاول الكولونيل بالمدني أن يجعل سبب حصول المغاربة على استقلالهم هي الأخطاء التي قامت بها فرنسا، لكنه تناسى. وهذا رأيي الشخصي، أن المغاربة من الصعب عليك أن تحكمهم وأن تسيطر عليهم، فالمدة القصيرة التي بقي فيها الاستعمار كما قلت في إحدى الفيديوهات السابقة لا تتعدى 10 سنين. وبالمناسبة وقبل أن أختم، أريد أن أشير إلى أنه إن شاء الله غدا سأبدأ بالحديث عن معركة بوغافر، لأننا وصلنا اليوم إلى الذكرى 89 على مرورها. والكولونيل بالمدني كان من أولئك الذين شاركوا في تلك المعركة. هنا أصل إلى نهاية الحلقة، أتمنى أنني قد أفدتكم بخصوص هذا الكتاب، وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله.